رئيس سيسي طبعا لم يحضر القمة، وجاء اعتذاره في اللحظات الأخيرة الحقيقة. والنهاردة بدأت ترشح أنباء أنه اعتذار الرئيس السيسي جاء بسبب اكتشاف الأجهزة الأمنية لمحاولة اغتيال كانت مدبرة في مقر انعقاد القمة. معلومات عندنا بتقول أنه بالفعل أجهزتنا الأمنية، هناك أجهزة أمنية طبعا بتذهب قبل القمة، مش بس قبل القمة بأيام قليلة، ولكن بتشوف مكان القمة عدة مرات، وبيكون عندها تقارير أمنية حول الأوضاع في المكان وحول الترتيبات. أجهزتنا الأمنية أكدت في تقارير لها أن هناك محاولة يتم ترتيبها بالغة الخطورة الحقيقة على حياة الرئيس، وهذه المحاولة مدبرة من إحدى الدول الراعية للإرهاب، وأنه هي جماعة إرهابية تابعة لهذه الدولة. أعتقد أن التفاصيل، كي لا أدخل في تفاصيل لا يجب الإفصاح عنها، أظن أن التفاصيل ربما يأتي الوقت الذي تفصح عنه الأجهزة الأمنية عن تفاصيلها. لكن اللي أقدر أقوله في هذا الإطار أن الرئيس كان حتى آخر لحظة مصر على حضور القمة، ومصر برغم التحذيرات الأمنية أن هو يكون موجود. أيضا وزارة الخارجية كانت تفضل أن الرئيس يحضر القمة دعما للأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط، خاصة أنه مرشح مصر للجامعة العربية، فكانت مصر تريد أن تدعم مرشحها في أول قمة عربية يعني يرأسها، أو أول قمة عربية يكون هو على قمة الجامعة العربية. وكان الرئيس فعلا مقتنع وكان فعلا مصرا على الذهاب للقمة، لكن الأجهزة الأمنية أيضا أصرت من جانبها، وكان التقرير الأمني في النهاية هو الفيصل في هذا الأمر، تقرير حازم واضح بتفاصيل كثيرة عن محاولة حقيقية، ومحاولة يعني ربما واحدة من أخطر المحاولات لي على حياة الرئيس. دي ما كانتش أول محاولة، لكن الأجهزة الأمنية أحيانا ما بتريدش أنها تكشف عن تفاصيل محاولات أخرى. في كل سفرية بيبقى هناك تهديد على حياة الرئيس من جماعات إرهابية، من دول ترعى جماعات إرهابية، من جماعات مسلحة بتسليح عالي جدا وعالي الخطورة، لكن كتير جدا الرئيس بيصر على المشاركة سواء في قمم عربية أو قمم إفريقية أو اجتماعات، وبيقول ربنا الحافظ يعني أكيد في جميع الأحوال. دي ما لدينا من أنباء، أكيد في وقت ما ربما تفصح الجهات الأمنية عن تفاصيل أكثر عن هذه المحاولة الدنيئة لاستهداف حياة الرئيس، وربنا يسلم بإذن الله.